السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. وانا عارف راسي خسرت معكم بزاف، جاي نطلب السماحه وصافي. التعطيل هذه اللي تعطلت اخوتي راه جاي لشي 4 شهور واقيلا ولا 5 شهور، ما حطيت حتى شي فيديو. ماشي الخاطر يا اخوت، كاين شي اسباب، كاين شي ظروف، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم هذا الفيديو هذا جا على غفله، ما كنتش غني عاوتاني حتى شي فيديو. هذا الفيديو هذا جا على غفله، انا نعاود لكم القصه ديالو حتى اللي خلاتني نولي نحط، اللي تخليني نولي نحط فيديوهات من جديد. خليكم معايا. عندي اسباب علاش ما بقيتش نحط الفيديوهات. السبب الاول هو انني كنت سافرت، يعني ما بقيتش في دارنا، كنت سافرت. وبحال غادي تقول تشغلت مع ديك الحاجه اللي انا سافرت على قبلها، وما بقاش عندي القناه ديال الفيديوهات، ما بقاش عندي القناه انني مونطي، ما بقاش عندي القناه انني نحط فيديو من جديد ونفكر ونلعب على شي دور وندير. يعني ديك القناه ما بقاتش كاع. السبب الثاني هو انني حققت شروط ديال يوتيوب. واخا اوكي، بالحق تقيدت في جوجل ادسنس، بالحق عطلوا عليا بزاف. يعني الناس الماكسيموم 3 شهور شهرين، يعني ماكسيموم 3 شهور، انا يا 6 شهور ولا 5 شهور ونص ما وصلنيش داك الكود ديال ادسنس كاع. ودائما كنت نتقيد، كنت نقول راه واقيلا غلط في العنوان، واقيلا كذا، واقيلا كذا. صافي ما بقيتش كنتسوق داك الشيء شي 6 شهور وانا يا صافي ملي شفت انا داز وقت بزاف، قلت راه واقيلا هادشي ما منو والو، صافي تمشغلنا شويه كذا، صافي الله يجعل البركه. ولكن رجعت للدار ديالنا هادي شي 3 ايام. ملي رجعت للدار ديالنا كنت خارج حتى يصادفني الفاكتور في الزنقه، نو في المساوي. هو انا اجي اخويا راه بغيتك. مشيت عندو، انا تحاول يعطيني لي البيلتان ديال خشي صغيره ولا شي لعيبه، مد لي البيلتان، هو يمد لي معاه واحد الورقه اخرى. هاد الورقه اخرى اخوتي ديالاش، هادي علاش اخوتي ديال جوجل ادسنس، هاي سميتي، هاي نو في المساوي. فرحت بزاف انا يا، قلت شوف سبحان الله العظيم، يعني رزقك راه يجيبولك الله، واخا يتعطل عليك راه يوصلك، بس عرفت شنو كاين. والغلط اللي درت انا ما خصش يديروا شي واحد اخر، يلاه بادي، يعني واخا تعطل، واخا بزاف ديال الحوايج، انا فيديو واحد هو اللي طلعني، هو اللي حقق لي الشروط، وما كنتش عارفه بانه غادي يتشهر داك الفيديو. تعطلوا عليا في عبد الشي، صيفطوا لي هاد الادسنس، قلت عاوتاني كنت فقدت الامل، قلت راه واقيلا هادشي ما منه شويه، وما صيفطوا عليا. دابا بقيت حاير انايا، واش نكمل ولا صافي نحبس صافي. واحد راه تيقول لي كمل، تقاتل علاش بديتي، تقاتل على داكشي اللي كنتي كتفكر فيه من هاد الناحيه هادي. واحد العقل عاوتاني اخر تيقول لي صافي حبس، بارك عليك، صافي شي ما منوش كذا هادي. المهم بقيت حاير بزاف. المطلوب منكم نتوما الخوت، نتوما تشجعوني، نتوما تدعموني بالسيبورت ديالكم، والمهم تحفزوني اكثر. وان شاء الله انا كنوعدكم غادي يكون شي حاجه اللي هي زويونه. دابا صافي، هذه بدايه اخرى. كاين شي واحد كيلقى شي عائق تيهرسو صافي تيرجع للور ولا تيبدل الطريق. انا لا، انا ما غنبدلش الطريق، انا غنقص داك العائق وغادي نكمل ان شاء الله بالفضل ديالكم وتسناو الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم. الفيديو الصغير درتو غير باش نشكركم بزاف، نتوما اللي وصلتوني لهذا الشيء هذا. المهم جوجل ادسنس هو عندنا الصوره ان شاء الله حنا نمشيو ليها، وما يكون على خير ان شاء الله. خليكم معايا، خليكم في القناه ديالي، وتابعوني في الفيديوهات الجداد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.